أصدقائي المشاهدين، مرحبا بكم في هذه الحلقة التي أقدم لكم فيها كتاب سيرة أمير مبعد لابن عم الملك محمد السادس ملك المغرب. في هذا الكتاب يقدم لنا هشام العلوي سيرته وأحداث ووقائع من طفولته وبعض المواقف الجريئة حول المؤسسة الملكية وحول الخلافات داخل العائلة الملكية، ويقدم مواقف كذلك حول الواقع المغربي. في البداية يتطرق الكتاب لنشأة الأمير، فهو ينحدر كما نعلم من أسرة ملكية. أبوه هو الأمير عبد الله ابن محمد الخامس، وعمه هو الحسن الثاني، كما أن أمه تنحدر من أسرة لبنانية مرموقة عائلة الصلح. أمه هي لمياء الصلح، أخت زوجة طلال ابن عبد العزيز وأم الوليد ابن طلال. وبالتالي فالأمير هشام له علاقات وثيقة مع الشرق، كما أنه ابن عائلة ملكية تحكم المغرب. نشأ الأمير هشام في المعهد المولوي أو المدرسة المولوية التي يعهد إليها بتربية الأمراء بمعية مجموعة من الأطفال أو التلاميذ من مختلف مناطق المغرب. في البداية لم يستسغ الأمير هشام الجو غير الملائم في هذه المدرسة، فقد فطن إلى التلاعب والمحاباة الذي يتم تجاه ولي العهد الذي سيصبح هو الملك محمد السادس. فالرتبة الأولى في نتائج المدرسة هي دائما من نصيب ولي العهد، كما أن الألعاب الجماعية دائما ما يجب في أن ينتصر فيها فريق ولي العهد وليس فريقا آخر ينافسه. بعد سنوات في هذه المدرسة التي كانت بمثابة سجن وكان جوها مشحونا، سيلجأ الأمير إلى مدرسة أجنبية. سيلتحق بالمدرسة الأمريكية بالرباط. هذه التجربة فتحت آفاقا جديدة لهذا الأمير الذي سيصبح شخصا متمردا. في البداية لم يرق لعمه الحسن الثاني رأس الأسرة أو زعيم الأسرة الملكية هذه الفكرة، فامتنع ورفض أن يلتحق ابن أخيه بهذه المدرسة، ولكن بعد ذلك سيوافق على مضض. بعد حصوله على البكالوريا من المدرسة الأمريكية بالرباط، سيرغب في الالتحاق بالدراسة العليا بأمريكا، إذ اختار جامعة برينستون التي سيرفض عمه مرة أخرى أن يدعه لكي يلتحق بها. ولكن في النهاية سينتصر الأمير رغم ما لقيه من عراقيل، وسينتقل فعلا إلى أمريكا للدراسة. منذ تلك الفترة بدأت علاقته بعمه تأخذ منحا آخر، إذ أنه أصبح يعبر عن آرائه بكل صراحة، ونحن نعرف شخصية الحسن الثاني، ونعرف كذلك أثر الانقلابات وأثر تاريخ المغرب على هذا الملك. في هذا الكتاب نجد الصدى الداخلي للأحداث التاريخية التي وقعت في المغرب. كلنا نعرف عن أحداث 1965 في الدار البيضاء، وعن انقلابات 1971 و 1972، انقلاب الصخيرات وانقلاب البوينغ الملكي، ولكن من الخارج. بينما الأمير هشام سيطلعنا على بعض التفاصيل لهذه الأحداث من الداخل، وكيف كان رد فعل العائلة الملكية على ما يحدث من وقائع كبرى في الوطن. هكذا كبر الأمير هشام في جو متحرر، وأصبح فكره نقديا تجاه المؤسسة الملكية. يرى بأن الملكية يجب أن تنفصل على المخزن، والمخزن هو المؤسسة التقليدية القمعية برجال الأمن وبهياكلها الإدارية التي عن طريقها يحكم الملك بلاده. في نظره إذا أراد المغرب
أو من يحكمه أن يحقق الديمقراطية عليه أن يرسي ملكية برلمانية. كانت علاقة الأمير هشام بابن عمه محمد السادس علاقة صداقة وأخوة وود في البداية، إذ أنهما معا تتلمذان في المدرسة المولوية. حتى بعد أن غادرها هشام كانت تربطه علاقة صداقة بابن عمه، إذ كانا دائما يلتقيان ويلجأان إلى بعضهما. ولكن في مرحلة معينة بعد أن لاقى هشام النجاح وبدأت أفكاره تتبلور، أصبح شرخ بين الشابين أو الرجلين، وأصبح كل منهما يبتعد عن الآخر. بعد وفاة عمه الحسن الثاني سيحضر الأمير هشام لطقوس البيعة، لكن ببدلة عصرية وليس بالجلباب المخزني التقليدي، وكان في هذا إشارة إلى أنه مجرد عابر في الأسرة الملكية. بعد أيام من اعتلاء الملك الجديد محمد السادس العرش، سيصارحه ابن عمه هشام بمواقفه وسيقدم له النصيحة. أول نصيحة هي أن على الملك الجديد أن يسلم الثروة الملكية لمؤسسات الدولة، وأن تكون للملك قائمة مدنية مثل ما قام به ملوك الإنجليز، كما أن عليه أن يقوم بإصلاح دستوري فوري يخول للحكومة وللبرلمان صلاحيات حقيقية. بعد أيام من مصارحته بموقفه، سيستقبل الأمير هشام مجموعة من الرسائل من القصر، مفادها أنه لم يعد مرحب به لدى الملك، وأنه لا يجب عليه أن يأتي إلى القصر إلا بدعوة، وبالتالي لم يعد مرحب به في اللقاءات الرسمية للأسرة الملكية. بعد ذلك بأشهر سيغادر الأمير هشام إلى فرنسا أولا ثم إلى أمريكا، وسيصطحب عائلته معه. سيتابع الأمير هشام ما يحدث في بلده المغرب من تحولات ومن أحداث من منفاه الاختيار بأمريكا، وسيظل يحاضر حول مواضيع تتصل بالديمقراطية في العالم العربي. طبعا سيتابع ما حدث في عام 2011 بالمغرب وحركة 20 فبراير، وبالتالي سيرى الشباب ينادون بما كان ينادي به وما كان مقتنعا به قبل أن يغادر المغرب. وهكذا فالأمير هشام ملتزم سياسيا يطالب بمزيد من الديمقراطية وبملكية برلمانية. في نظره إذا أرادت الملكية أن تستمر عليها أن تغير نفسها وأن تنتقل إلى ملكية برلمانية، وأن يسلم الملك كل المسؤوليات ويتجاوز منطق المخزن التقليدي. يبدو لنا الأمير هشام هنا شخصا ديمقراطيا ملتزم سياسيا وله التزام أخلاقي تجاه مواطنيه، ولكن رغم ذلك يحق لنا أن نطرح مجموعة من الأسئلة، إذ أنه رغم كل هذا فهو أمير من العائلة الملكية، ولا يزال يستفيد من ثروة هائلة هي عبارة عن ميراث من والده الأمير عبد الله، الذي وصف من قبل جيل بيرو بالأمير 51%، في إشارة إلى الإتاوات التي كان يفرضها والده على الشركات والمستثمرين بأن يكون شريكا أو أن يعطى له نصيب من الأرباح، في إشارة إلى المحسوبية والزبونية والفساد المستشري في زمن الحسن الثاني. طبعا يحق لنا أن نطرح أسئلة حول مدى التزامه هو نفسه إذا كان يعتنق هذه الأفكار، فهو طالب محمد السادس بأن يسلم ثروة العائلة الملكية إلى مؤسسات الدولة لتساهم في الاقتصاد الوطني، إلى أي حد يستطيع هو نفسه أن يقوم بهذا المثل؟ فهو يصرح في الكتاب بأنه كان بصدد بناء مدينة بأكملها على عقار يبلغ أكثر من 30,000 هكتار في نواحي
مدينة الرباط، كما أنه له مشروع عقاري كبير بالناظور باعه للمستثمر ميلود الشعبي، وله عقار كبير آخر في إحدى مدن الشمال في نواحي مدينة تطوان السياحية. وبالتالي فهذه مفارقة، إذا كان يطالب الآخرين بأن يسلموا ثرواتهم أليس الأجدر أن يبدأ هو نفسه بهذا الأمر؟ يبقى هذا سؤالا مطروحا يمكن للأمير أن يجيب عنه في مستقبل كتاباته. كما أن هناك وجهة نظر أخرى تقول بأن الأمير لو أعطيت له الفرصة فعلا وكان مكان محمد السادس، هل كان سيقوم بكل هذه الإصلاحات؟ هل كان سيستغني عن الثروة ويسلمها للشعب؟ هل كان سيغير مؤسسات عريقة في دولة المخزن ويحد من هيمنتها؟ تبقى هذه الأسئلة معلقة إذ لا يمكننا أن نجيب، ولكن رغم ذلك يبقى هذا الكتاب ممتعا وطريفا ومليء بالأفكار العميقة حول حالة المغرب وحول مستقبله السياسي وحول كذلك تاريخ مؤسساته. أعزائي المشاهدين، كانت هذه مراجعتي لكتاب سيرة أمير مبعد، وهو مليء بالأفكار التي تستحق منا أن نناقشها. إذا كانت لديكم آراء أو اقتراحات يمكنكم أن تطرحوها في التعليقات أسفل الفيديو. دامت لكم